The whole technology of yoga is just about this, transforming yourself from being just a piece of creation to the Creator Himself. This is not in search of God, this is in search of becoming a God. This is not in search of divine, this is in search of becoming divine. This is not in search of God, this is in search of becoming a God. This is not in search of divine, this is in search of becoming divine. واعلموا أنكم في زمان خطير، في زمان خطير جدا، في فتن، في شرور، فخذوا حذركم، خذوا حذركم كما أمركم الله سبحانه وتعالى. الكفار يكيدون للمسلمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقتالهم لنا لا يقتصر على السلاح، ولكنهم يقاتلوننا بالأفكار المنحرفة وإفساد العقول وإفساد الأجسام، حتى يصبح شباب المسلمين لا قيمة لهم، فريسة لهذا الغزو الخبيث. فانتبهوا لأنفسكم، انتبهوا لأولادكم، يغزوننا بالأفكار المنحرفة. فالمسألة ليست بالهينة، والله ليست بالهينة التي يتغاضى عنها. تحاذروا وحذروا، وفي هذا الزمان يجب أخذ الحذر أكثر، لأن الشر فيه كثر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوث الفتن في آخر الزمان التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.